أخبار مغربية، أخبار محلية، أخبار عالمية. استنفار أمني بعد انتحار شخص بأحد أشهر فنادق الرباط. قام رجل في الأربعينات من عمره بوضع حد لحياته مساء اليوم الأحد 6 يونيو، حيث ألقى بنفسه من أعلى فندق ترمينوس الواقع بالقرب من محطة للقطار بمدينة الرباط. وحسب مصادر مطلعه فقد خلف الحادث صدمة كبيرة وسط المواطنين الذين شاهدوا الهالك وهو يلقي بنفسه من أعلى الفندق ليسقط أرضا وهو بين الحياة والموت ليلفظ أنفاسه الأخيرة بعد دقائق. وأضافت المصادر ذاتها أن السلطات الأمنية طوقت المكان من أجل التحقيق في الواقعة، في حين تم نقل جثة الهالك إلى مستودع الأموات قصد إخضاعها للتشريح الطبي.